يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، طلب مني أحد الإخوة من خارج هذه البلاد أن أسأل فضيلتكم هذا السؤال، وهو أنه يؤجر أو يريد أن يؤجر محلاً لحلاقة الشعر، فإذا فعل المستأجر في ذلك المحل شيئاً مخالفاً كوصل الشعر بالشعر مثلاً، فهل يجوز لصاحب المحل أن يأخذ أجرة على ذلك؟ لا تؤجر إلا من تثق به، تعلم أنه ما يعمل محرم ولا يحلق حلاقة محرمة، واشترط عليه أنه يلتزم بالحلاقة الشرعية، من أجل أنه إذا خالف تخرجه، تقول هذا مخالف للشرط، فأنت اضبط أمورك، لا تأجر من هب ودب وبعدين تقع في حيرة معه وهو يتسلط عليه ويقول أنا مستاجر وأنت أخذنا الأجرة. من الأول اشترط عليه. نعم.